بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بالدلف 3D. هو موديل تابس. هنلاقي ان احنا عندنا المودلز، اما بحب انشئ مودلز بيبقى عندي يا اما هيبقى فيزيكال موديل او ماثيماتيكال او هايبرد او نيوميريكال. والنيوميريكال موديل ده بيعتمد على ان انا بستعمل ماثيماتيكال، معادلات ماثيماتيكال بحلها عن طريق الكمبيوترز، زي الفاينايت ديفرنس، زي غيرها من المعادلات. ببدأ بعد كده الدلف 3D هو نوع من النيوميريكال موديل اللي انا بشتغل عليه. هنلاقي ان هو فيه فريم ورك كامل مكون من عدة موديولز. الفريم ورك دي والموديولز دي بتحللي بتعملي نيوميريكال موديل من الفلو اللي في المنطقة اللي انا عايزة ادرسها، ان كانت في كوستال ريجنز او في مناطق انهار او في بحيرات. بدرس السيدمنت ترانسبورت، بدرس الويفز، بدرس الويتر كواليتي للمنطقه بتاعتي. الاريا بتاعت الابلكيشن بتاعت الدلف 3D ده موجود في المانيوال بتاعها، بتقول ان انا ممكن ادرس الفلو، نتيجه التايد، نتيجه الويند، نتيجه اختلاف الكثافه، الشورت ويفز البروبيكيشن بتاعها، ان انا ادرس السيدمنت ترانسبورت، او ان انا اعمل موديلنج للتراكنج بتاع البارتيكلز، او لو حصل اويل سبيل نتيجه سفن او نتيجه اي حاجه في البحر او في اي مكان مائي، اقدر ان انا اعمل تراكنج ليها، او تراكنج للبلومز اللي ناتجه من البريدجنج والحاجات دي. الموديولز بتاعت الدلفت، الفلو موديول ده خاص بالموديول. هنلاقي ان الدلفت الموديول بتخدم على بعضها، يعني انا بشتغل في موديول وممكن اخد الداتا اللي في الموديول ده لما اسيبها واحطها في الموديول الثاني، الويف موديول، بعد كده الووتر كواليتي بالحاجات الخاصه بيها، والسيدمنت ترانسبورت موديول، والكولوجي موديول، والبارتيكل تراكنج. هنبدأ بقى نتعرف ونفتح البرنامج بلومز اللي ناتجة من البريتشنج والحاجات دي. الموديولز بتاعت الدلفت، الفلو موديول ده خاص بالموديول. هنلاقي ان الدلفت الموديول بتخدم على بعضها، يعني انا بشتغل في موديول وممكن اخد الداتا اللي في الموديول ده لما اسيبها واحطها في الموديول الثاني، الويف موديول، بعد كده الووتر كواليتي بالحاجات الخاصة بيها، والسيدمنت ترانسبورت موديول، والكولوجي موديول، والبارتيكل تراكنج. هنبدأ بقى نتعرف ونفتح البرنامج. نفتح البرنامج اول حاجة، لاما انا بكون حطاه على الديسكتوب برا كده وبفتحه، او من الموجود عندي هنا في الايكون بتاع الابلكيشن. هنلاقي ان انا مهم جدا وانا بسطب البرنامج، واحنا عارفين ازاي بنسطب البرنامج، ان احنا لما يجي لنا عن طريق الميل اللي جالنا لما بعتنا الدلفت، هنلاقي انه مهم جدا ان انا انزل المانيوال بتاع كل موديول من الموديولز دي. المانيوال دي بيكون موجود فيها الداتا اللي انا محتاجاها للموديول بتاعي، الاكستنشن بتاعت الفايلز اللي انا محتاجاها، والاكستنشن بتاعت الفايلز اللي هتخرج من عندي، والتوتوريالز موجودة ليها. هنبدأ نفتح البرنامج. البرنامج بيكون فيه الفيرجن رقم كام، واللايسنس دي باسم مين يعني، ومدتها قد ايه. هنلاقي ان ادي الموديولز بتاعتنا الموجودة زي ما قلنا. قبل ما نبدا لازم نختار حاجه اسمها Select Work Directory. بختار المكان اللي انا هشتغل فيه. ليه؟ علشان كل مره مش هيفضل اما اجي اختار حاجه يفضل يدخل، وافضل كل مره اختار بالطريقه دي. اول ما بنبدأ هناخد نظرة عامة عن الايكونز والحاجات الموجودة في البرنامج. الانترفيس بتاعه هو بسيط جدا لانه معمول بالفورترن. هنلاقي ان بعد كده مع اول حاجة الانفورميشن ده
عن المديول، عن الدلفت نفسه، وهو الفيرجن بتاعه ايه، والمنيو بتاعته والحاجات دي كلها، الفيرجن بتاعته ايه هي بالظبط، وكل حاجة خاصة بيها. بعد كده هنبدأ الجريد، وهنعرف ان احنا الجريد دي انا بستخدمها في ايه. الجريد دي لان احنا بنحل زي ما قلنا فاينايت ديفرنس، فكل سيل، فانا عايزة انشئ السيل دي عشان تبدأ ان هي تحللي في كل سيل الحل، ويتنقل للسيل اللي بعدها وهكذا. الفلو بكل الحاجات اللي بتسبب الفلو، كان كارنت او ديسشارج او ايا ما يكون الفلو السبب الخاص بيه. بعد كده الويفز، لو انا مهتمه بحاجات ليها علاقه بالكوستل والبارتيكل والووتر كواليتي والوتايلز. نبدا اول حاجه نشوف الجريد بتاعنا. الجريد بتاعنا الار اف جريد مكون من الار اف جريد، دي اللي بنشئ فيها الجريد بتاعتي. والكويك ده لو انا انشات الجريد بتاعتي وسيبتها فانا بحطها هنا. والريبورت بقى لو انا خلاص خلصت الجريد بتاعتي وعايز اعمل ريبورت، وهنعرف كل ده بالتفصيل. اول حاجة الار اف جريد لأي مديول في الدنيا او قالي علشان ابدأ، انا محتاجة داتا معينة ادخلها. الداتا دي اللي بتعبر لي عن الباوندري او المنطقة اللي انا عايز اشتغل فيها، وكمان الباثيمتري او السيرفي الخاص بالمنطقة دي. فانا هنا هبقى عايزة اول حاجة انشئها الباوندري الخاصة بتاعتي. فانا هنشئ الباوندري دي ازاي؟ اول حاجة ان انا هعمل الباوندري دي، هفتح اول حاجة ان انا ببدأ ادخل على الجوجل ايرث، وابدأ ان انا اشوف المنطقة اللي انا عايزة ادرسها، وابدأ ان انا اعمل باث كده، وابدأ ان انا ارسم. طبعا المفروض ان انا بمشي على الشور لاين ده بالظبط، وبرسمه بطريقه مظبوطه. طبعا الباوندري دي لازم تكون بتبعد عن المنطقه اللي انا بدرسها يعني بحاجه كافيه. بس ده هنلاقي لو انا جيت هنا هتلاقي اهو موجود عندي. طبعا انا كنت طبعا عشان اطلعها بدقة فانا رسمت رسمت المنطقة اللي انا مهتمة بيها اهي، رسمتها بدقة لان انا بمسك الشور لاين ده وبمشي عليه حتة حتة كده بالظبط عشان تبقى عندي الباوندري بالظبط موجودة. طبعا زي هنا بشوف انا طبعا الويت تبقى موجوده في الاون شور، وفي موجوده في الاوف شور، وبتيجي تروح للاون شور بتاعي. فانا لازم تكون عندي منطقه الدراسه في حدود معينه عشان انقل الويفز دي، لو انا بتعامل مع الويفز او انقل الحاجه اللي انا عايزه ادرسها. بعد ما اعمل كده بعمل فايل، واروح عامله فايل اكسبورت، فايل سيف، سيف بليس از، وين سيفها كي ام زد فايل. وهنسمي المنطقة اللي هي ايه، ار الريجن اوف انترست بتاعتي. بعد ما سيفت المنطقة ببدأ ان انا ادخل افتح الجلوبال مابر بتاعي. بعد ما سيفتها ان انا بفتح الجلوبال مابر، الفايل بتاعي اوبن عشان اتاكد ان هو نزل في مكانه صح. بعد كده هعمل اظبط البروجيكشن بتاعي بحيث ان هو لازم يكون يو تي ام. ادخل هنا في البروجيكشن بتاعي واروح مختاره ايه، طبعا يو
سي ام، وطبعا هنا دي زون 35، واروح قايله له ابلاي اوكي، واروح عامله فايل اكسبورت فيكتور، سايبها طبعا ال دي بي، واسميها طبعا انا مفرجاها يو تي ام، واروح مختاره ان انت مفرجاها يو تي ام، وعامله اوكي وسيبها الحاجه بتاعتي. انا كده عرفت اللاند بوندر اللي انا هشتغل عليها، الحدود الشور لاين بتاعي فين، الحدود اللي انا الويف هتبدا منها وتمشي منها للشور لاين بتاعي، السيدمنت بتاعتي. فانا هنا عرفت اللاند بوندر، هبدا اعمل ايه؟ هبدا ان انا ادخل افتح الار اف جريد بتاعي، وابدا ان انا انشئ الجريد. عندي طريقتين عشان انشئ الجريد، لا اما الطريقه الاولانيه ان انا باخد اللاند باوندري دي وادخلها على الكاد، وابدا ان انا ارسم الحدود بتاع الجريدز بتاعتي، وبعد كده ادخلها كلاند باوندري هنا في الدلفت، وابدا ان انا امشي على الجريدز دي. ودي نوعا ما طريقه بتكون دقيقه شويه. او الطريقه الثانيه ان انا انشئها في الدلفت بتاعي. ازاي؟ عندي اول حاجه احنا فايل الاتريبيوت تيبل، اي حاجه انا بنشئها او بعملها تبقى في الاتريبيوت تيبل، ببدا ان انا افتح بيها. فانا هنا اوبن لاند باوندري، طبعا ابدا هنا فايل اوبن لاند باوندري، هذه لاند باوندري اللي احنا عملناها. هبدا بقى ان انا انشئ الجريد بتاعي زي ما قلنا الطريقه الاولانيه ان انا هنشئ الجريد دي، لا اما في الكاد برسم باخد اللاند باوندري دي وادخلها عندي في الكاد بتاعي، وارسم الجريدز بتاعتي وادخلها بعد كده في الكلاند باوندري هنا في الدلفت، وابدا ان انا امشي على السبيل لاين دي وهتبقى مظبوطه، او ان انا ادخلها حتى اسيبها في الكاد سبيل لاينز وابدا ان انا ادخلها هنا. الطريقه الثانيه ان انا انشئها في الدلفت نفسه. ازاي هنشئها في الدلفت نفسه؟ ان انا هبدا ان انا